انا صحابي قالوا لي ان في عمليه بتتعمل ممكن بعدها ارجع بنت عادي واكن ما حصلش حاجه، فانا كنت عايزه حضرتك تساعدني وانا تحت امرك والله. في لا بره. انا بصراحه محرجه اتكلم مع حضرتك يعني. طب ايه دي خالص، مفيش اي احراج، كلمي براحتك انا سامعك. انا كنت مرتبطه بشخص وكنا بنحب بعض وكنا خلاص المفروض هنتجوز، فيعني حصل ما بيننا بس انا مش كده والله. تمام يا فندم تمام، وصلت الصوره. طبعا انت حامل دلوقتي؟ لا انا مش حامل، انا بس اهلي غصبين عليا اتجوز حد تاني وفرحي خلاص كمان اسبوع، فانا كده هتفضح. انا اسف ان انا بتدخل، بس هو الراجل اللي انت بتحبيه ده ما جاش يتقدم ليك؟ لا جه والله، بس هو الفتره دي ما بيشتغلش وكمان ظروفه الاجتماعيه مش قد كده فبابا رفضه. طب انا مش فاهم يا فندم، انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا صحابي قالوا لي ان في عمليه بتتعمل ممكن بعدها ارجع بنت عادي واكن ما حصلش حاجه، فانا كنت عايزه حضرتك تساعدني وانا تحت امرك والله. لا بره. يا دكتور اسمعني بس، انا عايزه حضرتك بس تساعدني، اعتبرني زي اختك. حضرتك لو اختي انا هقول لك حاجه واحده، اتقي الله. مش كفايه حضرتك عامله مصيبه، عايزه تصلحيها بمصيبه اكبر؟ اللي بتطلبيه ده يا فندم اسمه حرام، واي حد هيساعدك هيبقى بيشكك في الذنب ده، وانا مش هعمل كده. لو عايزه نصيحه اخ بجد، قدامك حاجه من الاثنين، تصرح الراجل اللي جاي يتقدم لك يمكن يسامحك ويقبلك، او تصرح اهلك ساعتها هيجوزوك الراجل اللي انت بتحبيه، لكن انا مش هعمل كده يا فندم. اتفضلي مع السلامه. خد الكشف بتاعك وانت ماشيه، نورتي.